حقق فريق نادي أبو ظبي الرياضي للسيدات الكرة فوزا مثيرا على فريق جامعة ووهان جانغهان الصيني صاحب الأرض والجمهور بهدفين لهدف في الجولة الأولى من المرحلة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم لموسم 2024 و2025 والتي أقيمت باستاد مركز هانكو في ووهان الصينية. واستطاع فريق نادي أبو ظبي الرياضي أن يقلب الطاولة ويحقق الفوز ليضع أول 3 نقاط في رصيده قبل ملاقاة بطل كوريا الجنوبية فريق إنتشيون ريد إنجليز يوم الأحد المقبل.